قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بتبدأ قصتنا مع رائدة الفضاء كولينز وهي في المحطة الفضائية، وفي نفس الوقت المحطة بيكون متدمر أغلبها بسبب سفينة فضائية عملاقة جدا كانت بتقرب على الأرض، وفجأة الاتصال بيقطع عن الرائدة كولينز في جو كله غموض. فده يبقى أليكس طفل نيرد و24 ساعة قاعد قدام الكمبيوتر بيتابع ناسا والعلم وكل الحاجات دي. ولكن أليكس عنده عقدة شوية في حياته عشان أبوه مات قدام عينه زمان في حريقة حصلت في بيتهم، ومن وقتها وهو بيخاف تقريبا من كل حاجة حرفيا. فقررت أمه إنها توديه النهاردة المعسكر عشان يتعلم إنه يبقى إزاي قوي، والمعسكر ده اسمه معسكر حافة العالم. أما فدي اسمها زينزين من الصين وجاية مخصوص هنا أمريكا عشان تحضر معسكر حافة العالم عشان نفسها تتفرج على الأماكن اللي هناك. بس زينزين تقدر تقول انها برضو مش بتحب الكلام كتير جدا وشبه بتكره حياتها لان ابوها ما كانش بيحبها عشان كان نفسه في ولد مش في بنت. واخيرا وليس اخيرا داريوش الولد المولود وفي بقه معلقة من ذهب، وبرضو هو كمان ابوه وامه بيخلوا يروح المعسكر لانهم افلسوا وعاوزين ابنهم يبقى قوي عشان يبدأ يعتمد على نفسه. المهم بعد ما الكل وصل المخيم سابت ام أليكس ابنها ورجعت البيت، وهكذا برضو الاباء التانين. ولكن المشكلة هي ان أليكس ما كانش بيعرف يعدي الالعاب بتاعت المعسكر زي النط من المرتفعات وحاجات تافهة جدا، وده لان زي ما قلتلك قبل كده فهو بيخاف من كل حاجة. فبيفضل طول اليوم قاعد حزين جدا مع نفسه، وفي نفس الوقت بيحاول يتقرب اكتر لزينزين عشان هو بدأ يحبها بدون سبب. عامة تاني يوم كان اليوم اللي الكل هيروحوا فيه يركبوا مركب في البحر، وفعلا راحوا هناك. فقالت لهم مشرفة المراكب ان للأسف مفيش حد هيطلع النهاردة لان المركب مليان ببي من حد من الاطفال. فالكل زعلوا وشاف أليكس زينزين ماشية لوحدها في الغابة، فراح وراها وهو مش عارف هي رايحة لفين. ولكن في الحقيقة هي راحت تتفرج على المناظر الطبيعية مش اكتر. ومرة واحدة طلع داريوش من ورا شجرة كان بيعمل وراها حمام، وراح مسك أليكس وقال له بص كده انا هوريك ازاي ما تبقاش خايف من اي حاجة، وراح مسكه وكان عاوز يرمي من فوق بس جاله واحد اسمه جابرييل طفل بس بميت راجل، مسك داريوش وضربه بالبوكس في وشه عشان يسيب أليكس. فبعد كده جات لهم زينزين عشان تعرف مالهم، فلقيت جابرييل وتعرفوا الكل على بعض وعرفوا انه ساكن هنا في الغابة. وفجأة بيحصل انفجار ضخم جدا حواليهم، وبتيجي للكل رسالة من الطوارئ عشان الكل ينزلوا في اي ملجأ تحت الارض ضروري يكون جنبهم. وهوب الطيارات الحربية بدأت تجري بسرعة في السماء بدون اي سبب، فاخدوا بعضهم ورجعوا للمعسكر. ولكن لقيوا ان كل الناس اللي كانت هناك اخدت بعضها وهربت لما شافت الرسالة اللي جت للكل. ولكن مرة واحدة بدأ هجوم مش طبيعي من الطيارات الحربية على مراكب فضائية جاية من الفضاء، والحرب كانت مميتة جدا. ففضلوا الكل يجروا لغاية ما لقيوا سفينة اسقاط نزلت من السماء جنبهم، فبصوا عليها لقيوا جواها رائدة الفضاء كولينز اللي شفناها في الاول. راحوا طلعوها بسرعة وقالت لهم الرائدة خدوا المفتاح ده بسرعة ووصلوا للدكتور فيلدينج في مركز جي بي ال. ومرة واحدة طلع كائن فضائي من السفينة اللي نزلت بيها وهجم على الرائدة وقتلها، اما الاطفال فهربوا من المكان. ولكن الوحش ده طلع من جسمه حيوان زي الكلب وبدا يجري ورا الاطفال. فضلوا الاطفال دي كلها تجري لغايه ما دخلوا جوه مطعم والكل كانوا مستخبيين ما عدا داريوش، وبيفضل يجري داريوش لغايه ما قدر بمساعده صحابه يحبسوه جوه مكان الزباله في المطعم وقفلوا عليه. وبعدها كملوا جاري بس الوحش الكبير وصل لهم وفضل يجري هو التاني وراهم، وكمان الكلب الصغير اللي طلع منه عرف يطلع من الزباله وجه وراهم هو كمان. فاستخبوا أليكس وزينزين في الحمام وسط المهم ان داريوش وجابرييل دخلوا هم كمان جوه سفينه الاسقاط. واول ما جالهم الكلب راح بالصدفه داريوش داس على زرار غلط في السفينه، راح طلعت شويه نار من محرك السفينه وقتلت الكلب ده خالص. طبعا كلهم فرحوا جدا، ولكن جالهم الوحش الكبير بعد كده وكان هيقتلهم خلاص. راحت جت الطياره الحربيه وقتلت الكائن ده من بعيد، اما الاطفال فاخدوا بعضهم وهربوا. وبعد كده فضل يتخانق داريوش مع جابرييل، راحت ضربتهم زينزين هما الثلاثه. الله وانا مالي يا لاندي، وقالت لهم اهدوا انتوا ناسين اننا في مهمه عشان نسلم المفتاح ده لمركز جي بي ال. فقال لهم أليكس ان المركز ده هو احدى منشات ناسا. فاخدوا الكل بعضهم واخدوا شويه عجلات حلوه كده وفضلوا يجروا بيها طول الطريق عشان يوصلوا لمركز جي بي ال. ولكن مره واحده بيقع أليكس وبيبصوا كل قدامهم عادي جدا، ف
فلقيوا العالم وهو متدمر من حواليهم والدنيا كلها خراب ودمار وبس. فاخدوا بعضهم ووصلوا للمدينة واللي كانت هي كمان متدمرة برضو، فدخلوا جوا قسم الشرطة عشان يدوا مفتاح رائدة الفضاء لأي حد كبير وخلاص. فالكل دخل جوا ما عدا جابرييل لسبب هنعرفه بعدين. وما دخل أليكس واللي معاه ليه ان المكان كله فاضي ما عدا واحد بس كان مسجون اسمه لو، فضل يترجاهم انهم يحرروه فعطوا له المفتاح وهربوا من المكان لانه كده كده فاضي. ولكن فجأة ليه في وشهم مجموعة من الجيش فوقفوهم وجالهم قائد الكتيبة، راحوا قالوا له على موضوع المفتاح ده، ففرح جدا لان كان عنده اوامر انه اول حاجة يلاقيها هو المفتاح ده بسرعة وضروري جدا. راح عطاله أليكس المفتاح وشكله القائد وركبوا هو واصحابه مع فريقه في الميكروباص بتاعهم، وهوب جات المراكب الفضائية بتاعت الكائنات الغريبة دي وفجرت المكان كله. فطلعوا بسرعة أليكس واصحابه وراحوا للقائد ولقيوه خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة، فعطى المفتاح لأليكس وطلب منه يوديه لمركز جي بي ال مهما كان الثمن. وفعلا أخذ أليكس واصحابه وكملوا مشي. وقتها لقيوا الكل إن جابرييل واقف وهو زعلان وخايف، فقالوا له مالك؟ راح قال لهم أصل ده بيتنا القديم. وهنا بقى اعترف لهم انهم لما لقيوه في الجبل كان هو اساسا بيهرب من سجن الاحداث، وهو دخل السجن لانه ضرب واحد زمان لما اتهمه بالسرقه وهو ما سرقش اي حاجه اساسا، وعشان كده لما كانوا عند مركز الشرطه ما رضيش يدخل معهم لانه بيخاف من المكان. عامه بيناموا الكل وبعد شويه ما كملوش حاجه ولقيوا صوت ضرب نار تاني جنبهم، فطلعوا الكل عشان يهربوا. وفي اللحظه دي جالهم شويه حراميه شكلهم مخيف جدا، وواحد منهم كان لو اللي حرروه من السجن قبل كده، وهو طلع بيدور عليهم علشان اخر مره قال له أليكس على حوار المفتاح اللي معاهم، وهو عاوز حاليا ياخده منهم عشان اكيد هيدفع فيه ثمن غالي جدا عشان يتم تسليمه، مع ان سرقة بنك كانت تبقى اسهل بما ان الناس كلها ماتت. بس عامة الحمد لله جه الوحش اللي كان بيجري وراهم كلهم من شوية وقتل في الكل، والاطفال هربت برضو، لكن جابرييل حب يقتل الوحش ده خالص ويمنعه ان يجي وراهم، ففضل يغيظ الوحش عشان يخليه يقف على الغطاء المحطوط على حوض السباحة لغاية ما وقع جواها ومعرفش يطلع تاني، والاطفال برضو كملوا هروب. وفي الوقت ده قال لهم أليكس ان اكيد الوحش اللي بيجري ورانا ده هو كائن بيعيد بناء نفسه بنفسه، وبالتالي كل ما حد بيقتله بيعيش تاني، وهو بيجري ورانا عشان اكيد هو شاف الكلب اللي احنا قتلناه واللي اكيد هو بالنسبه له ابن. وبس يا سيدي اخدوا أليكس وزنزن وكل بعضهم وراحوا على مول كان في وشهم، غيروا لبسهم هناك وطلعوا لقيوا عربيه فخمه راحوا ركبوها كلهم، وزنزن كانت بتعرف تسوق ففضلت تجري وتعمل بيهم خمسات وهم كلهم فرحانين. وهوب جه الوحش تاني فنطوا من العربيه، وقعت العربيه بالوحش من فوق الجسر ووقع الوحش وما امشي تاني. ولكن بيبص أليكس على المفتاح لقي انه الغبي نسي في العربيه، فقال لهم داريوش كلكم بتعملوا حاجات مفيده وانا لا، فانا اللي لازم المره دي اضحي بنفسي. فسابهم ونزل العربيه ولقي فعلا المفتاح ولسه هيهرب لقي الوحش قدامه وعوره تعويره كبيره جدا خلته ينزف كتير، بس الاهم ان بقى اصحابه جم واخدوه وهربوا. وبعد كده كملوا ماشي عشان يوصلوا لجي بي ال، واخيرا وصلوا له بعد ماشي 110 كيلومتر. اول ما دخلوا المنشأة لقيوها متدمرة بشكل كبير جدا، وكمان لقيوا ان للاسف الدكتور فيلدينج مات. طبعا الكل زعل وقرروا انهم خلاص هيقعدوا مع بعض شوية ويحكوا شوية لغاية ما يموتوا. وفجأة سمعوا صوت على شاشة الكمبيوتر فبصوا عليها لقيوا جواها الجنرال كوري، فقال لهم انا حاليا قاعد في ملجأ جوه الجبل وكان مستني المفتاح من رائدة الفضاء كولينز. فلما عرف ان الاطفال دي معهم المفتاح راح قال لهم ان لازم الاول واحد فيكم يروح يشغل كهربة المكان من تحت، فعرفت زنزن المكان ونزلت تشغل الكهرباء فعلا. وبعدها قال لهم الجنرال ومحتاجين كمان حد تاني يلف الطبق اللي موجود فوق المبنى، فرغم ان أليكس بيخاف من المرتفعات وكل حاجة الا انه اصر انه هو اللي يعمل المهمة دي. اما بقى جابرييل وداريوش هيركبوا المفتاح اللي معاهم في الكمبيوتر عشان المفتاح ده في احداثيات السفينة الام للكائنات الغريبة دي، وقال لهم الجنرال ان في سلاح معاهم موجود في اقمار صناعية في الفضاء، السلاح ده مخصص انه يضرب اشعة الليزر على صواريخ روسيا لو حاولت تضرب امريكا، ولما تحط المفتاح ده في الكمبيوتر هيعرف الليزر مكان السفينة وهيدمرها. وفعلا قدرت زنزن تفتح كهربة المكان، وكمان أليكس عرف يلف الطبق، ولكن بيبص جنبه لان الوحش ده قدر يجي لهم مرة تانية، ففضل يجري منه لغاية ما نزل تاني لاصحابه.
وزنزن قدرت ترجع تاني لجابرييل ولسه هتساعده عشان تشغل سلاح الليزر، راح جالهم الوحش وكان خلاص هياكلهم كلهم، لكن جاله من ورا أليكس وخلاه يجي وراه، راحوا قاموا بسرعة باقي وشغلوا أخيرا الليزر وبعتوا له إحداثيات السفينة الأم. وبعد كده بدأوا يهربوا وهم مش عارفين أليكس راح فين وهل هو ميت ولا حي. بس أليكس دخل الوحش جوه أوضة تجربة الصواريخ النفاثة، وأول ما وقف الوحش قدام واحد من الصواريخ دي راح شغل أليكس الصاروخ وحرق الوحش لغاية ما مات. وبس يا سيدي طلع أليكس بره المنشأة وحضن صحابه وكان الكل فرحانين بيه جدا، وكمان فرحوا أكتر وأكتر لما شافوا السفينة الأم بتتدمر في السماء. وبعد فترة رجعت كل حاجة لطبيعتها وتم تكريم الأطفال دي تكريم عالي جدا بسبب شجاعتهم، وبقوا أكتر الأطفال المشهورة في العالم. وبيخلص الفيلم وبس كده سلام.